بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، حيا خان تحييكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. بعد 25 عاما إن أن تصبح أول قوة نووية في العالم الإسلامي، سيتم الاحتفال بيوم التكبير بحماس كبير في جميع أنحاء البلاد اليوم. في 28 مايو 1998 برزت باكستان كأول قوة نووية إسلامية على خريطة العالم. قال رئيس الوزراء شهباز شريف إن الأهمية الحقيقة ورسالة ليوم تكبير هي أن عندما يتعلق الأمر بباكستان تنتهي جميع الخلافات والمصالحات والانقسامات السياسية. وقال في رسالته إلى وحدة الأمة هي القوة النووية الحقيقة لباكستان، وأن القوى المعادية تحاولت دائما خلق صدام بين القوى والشعب. وقال رئيس الوزراء إن على جيل الشباب أن يعلم التوتر السياسي بين السيادة بينظير بوتو وحكومة الرابطة الإسلامية الشمالية كان في أقصى درجاتها، ولكن أن عجل الوطن الأمة نسوا الخلافات السياسية وأزهروا الوحدات. وقال المرحوم دكتور عبد القدير خان تحية لكل إبطال البرنامج النووي من علماء ومهندسين وعمال وكل من هو جزء منها. في 9 مايو تم اعتقال 1788 ومتورط في عمليات احتراق وتخريب وعمال إرهابية في مناطق متفرقة بمدينة خيبر بختونخا، وتم اعتقالهم من بينهم 5 اعتقلوا من مرغان واثنان من الوارديل وواحد من عبوة عباد و7 من بانو. تم تقديم 20 من الأوغاد الموقفين في المحاكم العسكرية، بينما سيتم انتاج 5 من الأوغاد قريبا. وبحسب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال فإن عمليات القبض على الأشخاص المتورطين في التخريب والتعرف عليهم جارية بمساعدة الثور ومقاطعة الفيديو، كما يتم أخذ مساعدة ناظرة في عملية تحديد الهوية. مثل وزير التغيير المناخي السناتور شيري رحمان باكستان في المؤتمر الذي عقد في باريس للقضاء على التلوث البلاستيكي، وقد نظمت الحكومة الفرنسية المؤتمر قبل اسم لجنة التفاوض الحكومية الدولية. وأبلغ شيري رحمان مخاطبة المؤتمر موقف باكستان فيما يتعلق بالترويج لاستخدام البلاستيك المستدام، كما ناقش فرص الاستثمار في قتال التكنولوجيا فيما يتعلق بالصحة والبيض. وفي حديثه في حوار القيادة الأحامش الاجتماع رفيع المستوى، قال الوزير الاتحادي إن هناك حاجة إلى استراتيجية قوية وشاملة للقضاء على التلوث البلاستيكي. في جامو وكشمير المحتلة يواصل الجيش الهندي التصرف بقسوة والعدوانية. وبحسب خدمة الكشمير الإعلامية نفذت قوات الاحتلال عمليات إسار وتفتيش وسط النطاق في مناطق مختلفة من مقاطعة كشتوار وزايقت الناس. الاستقام الحين الجنود لاقتحامه منازلهم وضيقوا النساء والاطفال، ودعا حماية من الجيش في وقت سابق منزل في منطقة الشرقي التابعة للحية واعتلقت الشباب الإبرياء. كما تم اعتقال شاب في منطقة برام الله، وأعلنت الشرطة عن الشباب هذا في تنظيمات المجاهدين لتبرير اعتقالهم. تجري اليوم جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسة في تركيا، وستكون هناك منافسة بين الرئيس رجب طيب أردوغان والمرشح المعارض كمال في المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 14 مايو، لما يتمكن أي من المشاركين من الحصول على نسبة 50% ومطلوبة من الأصوات وفقا لاستطلاعات الرأي العام. سيتم انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا للسنوات الخمسة المقبلة. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. For watching and subscribe to our channel.